طبعا بتركها تجف. شنو اللون بيكون معاي؟ ما ادري، لان عندي فستتين اطفال، واحد كذا ليموني والثاني رمادي، فبعد افكر. طبعا اسستهم بالجيسو. طيب على ما اخل ما على ما ينشفون، على ما افكر لهم تصميم، بشتغل الحين على تكوين الجزم. طبعا فساتين اميراتنا صار المفروض ان انا مدخل لهم دنتيل ابيض، فانا احتاج الى دنتيل ابيض، يعني اقصقص الاطراف هاي، شوفوها اقصصها واركبها هنا كشكش يصير بين الصور، او اني استخدم الدنتيل اللي استخدمتهم في الفساتين، هذا النوع، هذا الفرنسي مرة حلو، او اني استخدم تول، اجيب قطعة تول واقصها وأكشكشها تتخيط، فعادي، لكن أنا بجرب بالتول وبجرب بهذه. طبعا كرسم مبدئي أنا رسم التصميم كاهو موجود عندي، رسمته وفاهمة شو اللي أبي، ودايما تكون عندي أشياء زي كذا، هذه دايما أشتريها وأخليها أشياء صغيرة حق الأطفال، ساعات أحتاجها بالشغل، أشياء ممكن تفيدني. فالتصميم عندي الفكرة اني انا احط الحديدة، بعدين احط عليها هاي الصورة اللي صبغتها، بعدين اسوي هنا بتكون كريستالات كبيرة، طبعا بتكون يا مربعات هذه او بتكون بشكل دوائر، بعدين دار مدارها بتكون كلها اشياء قانونة، مرة اصغر قياس موجود بتوزع كله تكرمون على الجزمة، بحيث شكلها يطلع انيق ملتفت. بالنسبة لطريقة تركيب اللي هو الكريستال هاي على الحزام، ممكن تستخدمون اللي هو هذه الآلة، تغيرون الروس حقتها، الروس أنواع، هذا هو بالعلبة، لكن أنا بما أن عندي الآلة الكبيرة فشغلتها بستخدمها بالآلة بكبسها. طبعا درجة الحرارة 164 على كانت 110 أو 120 ناسية، وراح أخليها تطول، اكتفي 99 كذا يكون تركب. اخترت دوائر، ما اخترت المستطيلات لان فيها حبة كريستال منها وفيها الدائرية، فضلت الثاني يكون واحد، وغير كذا الموناليزا لونها، يعني مو لونها او شكلها بيضاوي. طيب شنو البديل لو اني حطيتها بالآلة والجلد احترق؟ جدا عادي استخدم بديل، بما اني ارسم فعادي برسم عليه، أحط عليه كشكش، أسوي فكرة، المهم إنه يكون عندي حلول، لو ما ضبطت أسوي شيء ثاني غيره، هذا أهم شيء. الأسئلة اللي دائما تجيني، كم سعر الجهاز؟ الجهاز هذا ما أخذته من زمان، من 5 سنين، أول ما طلع الجهاز كان سعره 2000، أخذته ب 1005. طبعا لقيت آلة أصغر منها ربع بس كذا، بس هالقد، قال لي ب 1005 وهذه الآلة أغلى. أهم نقطة، بركب كريستال دار مدار الصورة، عندي جميع القياسات، أول واحدة فوق بركب فيها القياس هذا من القط، ليه من القط؟ عشان يكون الشغل نظيف ما في وسخ زي كذا. الجهة الثانية بركب أصغر، اللي هذا القياس، لا هذا القياس. طبعا استخدمت اللي هي شرايط المخمل، الفستان اللي انا شغاله على تكرمون جزمته لونه رصاصي وفي دنتيلات ابيض، فانا بستخدم اللي هو رصاصي، سويت ابيض رصاصي، طلع رصاصي احلى ثبته.
هنا كيف استبتونه؟ يا بالصمغ اليوهو يا بالصمغ المسدس. بالصمغ المسدس كاهو عندي بس أنا ما أبغى أشبكه، فاستخدمت اليوهو أثبته أخليه ينشف وحط كريستالة كبيرة وأقصص الأطراف. طبعا عندي كميات مرايات وكريستالات بشكل مهول، فأنا عندي فرصة إني أنا أبدع. ودي بلولو بس اللولو اللي عندي مرة كبير، هذا هو كان ودي بأصار فبحط لولو حلو، وبحط مراية مرة صغيرة. وش أحتاج عدستي ليه؟ لأن هنا شوفوا بين الشرايط داخل في زي الثقوب كذا، فأحتاج مراية وملقط وأدخلها ما بينهم عشان يكون ما في فراغ. لازم عدسة، يمكن عشان نظري مو ذاك الزود. طبعا حصلت لولو صغير، تذكرت وينه ولقيته آخر تركيب للطيحة اللي يخليك دان كذا شكله. آخر جزء، لا تنسون تحرقون أطراف الشرايط عشان ما تتسلت بخفة، ها مو تحرقون الجسمة كلها. أنا بتعودة صدقون إن هذا الجزمة كانت قبل وهذه شكلها بعد. إيش الفرق؟ أشياء بسيطة تسوونها، تسوون إعادة تدوير للجزمة كلها بشكل مرة أنيق. تبون استرس وتبون عادي، ممكن تحطون لولو بدل الكريستال، ما يحبوا الكريستال ممكن تحطين بس دنتيل والموناليزا ولولو شوي يطلع فخم. بس بما أنه هو فستان سهرة أوريدي في ستينهم ما فيها ولا حبة كريستال، فقلت بخلي الجزم فيها كريستال. طبعا باقي اكسسوار الشعر إن شاء الله بسوي بكرة مو اليوم لأني أبغى أكمل هذه. طبعا هذا القاعدة الحديد مع الموناليزا مرة كبيرة، شوفوها كبيرة أكبر من تكرم الجزمة. طبعا هذا شو بسوي فيها؟ بسوي فيها براش للفستان، بيكون استرس فيه في تول بيطلع مرة فخم مع اكسسوار الشعر. اكسسوار الشعر لحد الحين ماني عارفة هل أسويها قبعات فرنسية مع ريش أو أسويها طوق شعر مع كشكش كده وريس والموناليزا فيها، لسه ماني عارفة يعني. فبشوف من اليوم بكرة بعدها أقرر. بالنسبة لي اللي أسستها جيسو، طبعا أنا بصبغها مجهزة الألوان، بستخدم ألوان ديكوباش تنفع بعدين أثبتها ببرنيش بلون أصفر. بسم الله نجرب، أبغاها كذا تتشات يعني ما. بعدين أرجع نشفها علشان تصير مش صفرة، أبقاها كذا رخامية تكون كأنها لونها أبيض وفيها تتشات بسيطة أصفر. أحس كذا طلعت أفخم. منتبهين للون كيف؟ بعد البروش بلونه مرة واحدة تتشات كذا بسيطة. أهم شيء عندي الأطراف بس أصبغها والباقي تتشات. يعني لازم بيديني الثنتين وبوريكم الطريقة عشان تتعلمون.
كذا، بعدين أمسح الزايد منديل ضغط. طبعا في مادة درسناها اللي هي هذه تسوي تشققات حق الدكوباج. أنا أجرب مدري تضبط أو لا، فصبيت عليها أوكي، بعدين بدهنها وبخليها تنشف، وبجرب أحط عليها طبقة ثانية بيضة. انضبطت it's okay، وإن ما ضبطت غيرتها وخليها تنشف. طبعا شوفوا اللون كيف صار لما مسحت عليه تاتش أبيض فوق الأصفر، روعة. لو تشوفونه بالطبيعة كيف، طبعا هذا أصفر ما زال لسه، بس هذا خيال، مش واضح بالتصوير بس بالطبيعة يهبل، يعني ما توقعت.